الجيش المصريين. جيشك وشعبك محفوظة يا مصر. تعيش مصر أياما مجيدة يشعر فيها المواطن بالفخر والعزة تجاه وطنه لما يتحقق فيه من إنجازات، من بينها مشروعات بنية تحتية متنوعة تزهو بها الأوطان والشعوب، كما أن المصريين على موعد مع مشروعات عملاقة تمنح الثقة للمواطنين في قيادتهم السياسية وفي جيشهم الذي لا يدخر جهدا من أجل المساهمة في مشروعات التنمية ولا يلين في مواجهته للأعداء، وسيظل حصن أمان للوطن في معركته ضد الإرهاب الذي يسعى دائما للنيل من مصر ومن شعبها العظيم. القوات المسلحة ستظل قوية بأبنائها وبعطائهم للوطن وتضحياتهم في سبيل أمنه واستقراره. أهلا بكم، وهذه هي رسالة الجيش المصري في هذا الأسبوع. تفقد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي إحدى الورش الرئيسية للأسلحة التابعة لإدارة الأسلحة والذخيرة، والذي يأتي في إطار اهتمام القيادة العامة للقوات المسلحة بالمتابعة المستمرة لعملية التطوير والتحديث للأجهزة والمعدات لمختلف الهيئات والإدارات التخصصية، وذلك بحضور الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة. واستمع القائد العام للقوات المسلحة لشرح مفصل لأسلوب العمل والتطوير الذي تنتهجه إدارة الأسلحة والذخيرة في ظل التقدم التكنولوجي المتسارع في مجال التسليح، كما افتتح مركزا لتطوير الأسلحة الصغيرة بالورش الرئيسية والذي تم تجهيزه بأحدث النظم التكنولوجية المتطورة، بما يمكن المختصين من تحقيق الاستفادة القصوى من المركز ومواكبة التطور العالمي في مجال الأسلحة الصغيرة. أعقبه المرور على عدد من الأقسام المختلفة والتي تعمل وفقاً لأحدث أساليب التأمين الفني في مجالات الصيانة والإصلاح، بما يدعم تحقيق التطور العلمي المتلاحق في تلك التخصصات. وأثنى الفريق أول محمد زكي على الجهد الذي يبذله رجال إدارة الأسلحة والذخيرة لرفع القدرات الفنية والقتالية للأسلحة والمعدات، وحرصهم على مواكبة التطور العلمي والتكنولوجي المتلاحق في نظم التسليح العالمية، كما طلبهم بالعمل على تنمية المهارات العلمية والفنية لدعم منظومة التأمين الفني بالقوات المسلحة وفقاً لأحدث نظم الجودة العالمية، مؤكداً أن القوات المسلحة ماضية بكل قوة نحو تطوير قدراتها القتالية والفنية وفقاً لأحدث النظم العالمية في كافة الأسلحة والتخصصات لحماية الوطن وصون مقدساته.
شهد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة الاستراتيجي التعبوي للهيئة الهندسية للقوات المسلحة شرف 3، والذي استمر لعدة أيام في إطار خطة التدريب الاستراتيجي التعبوي للهيئات والإدارات، وذلك بحضور قادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة. وألقى اللواء أركان حرب إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة كلمة أشار خلالها إلى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تقديم الدعم الدائم للهيئة الهندسية لتؤدي مهامها بكفاءة واقتدار ضمن المنظومة المتكاملة للقوات المسلحة. وقد تضمنت المرحلة الرئيسية للمشروع عرض ملخص الفكرة الاستراتيجية التعبوية وعرض التقارير، والتي أظهرت مدى الجاهزية والاستعداد للعناصر المشاركة بالمشروع. ونقل القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي تحيات وتقدير السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة لرجال الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، كما ناقش عددا من القادة المشاركين بالمشروع في أسلوب تنفيذ مهامهم والتعامل الأمثل لمواجهة المتغيرات المفاجئة أثناء إدارة المشروع وفقا لتخصصاتهم المختلفة، مشيدا بالأداء المتميز الذي وصلت إليه هيئات القيادة على كافة المستويات، مؤكدا أن القوات المسلحة بما تملكه من خبرات وإمكانات لن تدخر جهدا للمشاركة في تنفيذ كافة المهام التي توكل إليها بجانب مساهمتها في إنجاز المشروعات التنموية القومية لتوفير الحياة الكريمة للمواطنين. وكان الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة قد شهد مراحل المشروع التي تضمنت عرض التقارير والقرارات للعناصر المشاركة في المشروع أثناء مراحل العمليات، وناقش عددا من القادة والضباط بالمشروع في تنفيذ مهامهم، وقام بفرض عدد من المواقف الطارئة للتأكد من قدرتهم على اتخاذ القرار المناسب أثناء تنفيذ المهام. وفي سياق متصل، قام الفريق أول محمد زكي بجولة تفقدية لعدد من الوحدات الفنية التخصصية التابعة للهيئة الهندسية للقوات المسلحة، تضمنت افتتاح عدد من المصانع بورش الإنتاج الرئيسية التي تعمل بأحدث الوسائل والنظم التكنولوجية المتطورة في المجالات الهندسية المختلفة. كما استمع خلال الجولة إلى شرح مفصل عن آلية العمل داخل تلك الورش والمصانع، بما يسهم في تحقيق الاستفادة القصوى ومواكبة منظومة التحديث والتطوير التي تتم بمختلف الأسلحة والتخصصات بالقوات المسلحة. تمت فعاليات التدريب البحري المشترك الموج الأحمر 5 بمشاركة كل من جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية وجيبوتي والسودان واليمن، والذي استمر لعدة أيام بالمياه الإقليمية للمملكة العربية السعودية. اشتملت المرحلة الختامية للتدريب على تنفيذ بيان عملي على اقتحام إحدى الجزر الساحلية تحت ستر التمهيد النيراني لعناصر القوات الجوية. فضلاً عن تقديم المعاونة الجوية للقوات واستطلاع ساحل الجزيرة وتأمينه، تمهيداً لتقدم القوات وتنفيذ الاقتحام بنجاح.
كما نفذت القطع البحرية المشاركة بالتدريب الرماية بالذخيرة الحية لصد وتدمير الأهداف السطحية والجوية المعادية، كذلك التدريب على التصدي لهجوم الزوارق السريعة وحماية سفينة ذات شحنة هامة. هذا بالإضافة إلى تنفيذ تشكيلات إبحار مختلفة أظهرت التجانس الكبير بين الوحدات المشتركة في التدريب. يأتي التدريب الموج الأحمر 5 استمراراً للتنسيق العسكري الدائم والمستمر بين الدول المطلة على البحر الأحمر، وتأكيداً على مدى ما وصلت إليه القوات المسلحة للدول المشاركة من تنسيق وتوافق أظهر مدى تفوقها في قدراتها العسكرية خاصة في مجال الأمن البحري. حضر المرحلة الختامية للتدريب الفريق الركن فهد بن عبد الله الغفيلي قائد القوات البحرية الملكية السعودية، واللواء بحري أركان حرب أشرف عطوة قائد القوات البحرية المصرية، وعدد من قادة القوات البحرية للدول المشاركة في التدريب. إن ما ستره الشعب المصري العظيم وقواته المسلحة من إنجاز يكاد يكون مستحيل، كما أنه يضرب أعناق المشككين وأوهام المتربصين، ولكنه مجرد بداية لحلم رئيس يؤمن بشعبه وشعب قادر على اجتياز المحن لطالما وجد من هو قادر على قيادته. عاشت مصر دائما حرة مستقرة، وحفظ الله دائما مصر أرضا وشعبا وجيشا.